السلام عليكم. شرح مالتي ليفل. حلو، هذا هو القانون، الجدول 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1. تمام، البوزيتيف عطاك بلس 1 بلس 3، نيجاتيف 1 نيجاتيف 3. حلو، وهنا العكس. تمام، عطاك هنا السؤال 0 0 1 1 و 0 1 1 0 0 1. تمام، هو بيعطيك السؤال هذا، حفظ الحل. طيب 0 0، اول شيء نبدا بالبوزيتيف، يعني الجدول الاساسيه لابد حفظه. ايوه، هذا حق البوزيتيف وهذا حق النيجاتيف، لازم حفظ. يا ليت تقرا اللي فوق، ماكس بت ايش هذا؟ ايوه نيكست ليفل، هذا نيكست بت، هذا نيكست ليفل، نيكست ليفل. ما عليك من هذا الكلام، بس اهم شيء من هذا البوزيتيف، وعندك هذا النيجاتيف، هذا حق البوزيتيف وهذا حق النيجاتيف. تمام، اعطاك 0 0 في البدايه. حلو، اول شيء لازم تبدا وين؟ بالبوزيتيف. تمام، اول شيء تبدا بالبوزيتيف 0 0، تبدا بالبوزيتيف، واعطاك 0 1 تبدا بالبوزيتيف، اعطاك 1 0 تبدا بالبوزيتيف، 1 1 تبدا بالبوزيتيف. تمام، نبدا بالبوزيتيف 0 0 في البوزيتيف، فين اللي هي هذه بلس 1. تمام، طيب الحين احنا في البوزيتيف لسه، طيب نبغى 1 1 بالبوزيتيف، في البوزيتيف اللي هي -3. تمام، اللي هي هذه -3. طيب الحين احنا في السالب، حلو، نبغى 0 1 في السالب. تمام، 0 1 في السالب اللي هو -3 برضو. الحين لسه احنا كمان في النيجاتيف احنا، طيب نبغى في النيجاتيف 1 0. حلو، نبغى 1 0 اللي هي +1. حلو، +1 اللي هي هذه. طيب الحين احنا في البوزيتيف، حلو، نبغى 0 1 في البوزيتيف، 0 1 في البوزيتيف اللي هي هذه +3. تمام، هذه اللي هنا نبغى نعلمكم احنا، هذا لهذا كله، هذا عبارة عن بوزيتيف وهذا نيجاتيف. تمام، كيف عرفت ان اللي فوق نيجاتيف؟ نشوف هذا +3، هذا بوزيتيف، +1 وهنا -1 وهنا -3. تمام، هذا كمان من زي القانون. حلو كذا، بعدين توصلهم، هذه هنا وهذا هنا وهذا هنا، وصلى الله وبارك.